بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم بلقاء سؤال وجواب الخاص بالمحاضرة التاسعة، ونبدأ مباشرة بعرض الأسئلة. بالسؤال الأول، طالب تسأل بتقول: هل هاي الجراف أويلر باث أو يحتوي على أويلر باث؟ طبعا إحنا إذا ذاكرين تعريف الأويلر باث، إنه هو عبارة عن باث مسار، لكن هو لازم يمر على كل الإيدجز اللي بالجراف exactly once، يعني ما بيسمح بالتكرار للإيدج. طيب لو جينا الآن هان نفرض حنبدأ من الدي فرضا، ورحنا هيك ومشينا الإيدج اللي هان، بعدين رحنا هيك، بعدين مشينا هيك، بعدين رجعنا هنا هيك. طبعا أنا بنفع أقف هنا؟ بنفعش، لأنه هذا الإيدج ما زرتوش، لكن هو الشرط إن نزور كل الإيدجز. فلما اضطر ان ازور الايدج هذا رجعت على نفس النقطة، يعني بديت من دي ومشيت مشيت ورجعت على نقطة دي، هذه ما اسمهاش اويلر باث، اسمها اويلر سيركت. بالتالي هذا كلام صحيح انه هذه ليست اويلر باث، هذه اويلر سيركت. ايش الفرق بين الاويلر باث والاويلر سيركت؟ بانه الاويلر سيركت هي نفسها اويلر باث، لكن نقطة البداية حيرجع على نفس نقطة النهاية، يعني نقطة البداية ونقطة النهاية نفس الشيء. خلينا نوضح الكلام هذا في سؤال تاني. الآن هنا برضو نفس الشيء، سائل هنا كيف هنا حكي ان الأويلر سيركت هي عبارة عن الأويلر باث. طبعا انا هنا كتبت لك اللي موجود بالسلايد، كلام فيش فيه بتعرضش، الموضوع بسيط. يعني انا الباث عندي المسار اللي مشيته، النقطة اللي بديت منها او الفيرتكس اللي بديت منه، زرت كل الإيدجز لكن انتهيت عند فيرتكس يختلف عن نقطة البداية، بسميه هذا أويلر باث. لكن لو أنا زرت هنا كل الإيدجز ولكن رجعت على نفس الفيرتكس اللي بديت منه، سميناها أويلر سيركت. فكلمة تعريف أويلر سيركت، نعم هي أويلر باث، لكن نقطة النهاية نقطة البداية هي إيه؟ نفس نقطة النهاية. يعني هو هنا شايف ان اويلر سيركت تعريفه هي اويلر باث، لكنه بيرجع على مين؟ على نقطة البداية فقط. فبالتالي الموضوع بسيط، وهذا ما فيش بتعرضش، يعني نعم ما فيش مشكلة، فيش تعارض انها. طيب لكن هنا السؤال اعتقد انه كيف حتكون اويلر باث لو هي رجعت؟ ما احنا بنقول لك الان احنا اذا كان الاويلر باث اذا رجع على فيرتكس يختلف اسمه اويلر باث، سنطلق عليه اسم اويلر باث. لكن لو طلع انه هان نفس نقطة البداية هي نفس نقطة النهاية بتاعت الاويلر باث، هنطلق عليه اسم جديد سميناه اويلر سيركت. بس الموضوع بكل بساطة هي. يعني السؤال الثالث بيقول: هل لو سمحت هل ممكن ان تكون الرسمة عبارة عن اويلر باث واويلر سيركت بنفس الوقت؟ ما اعتقدش، لانه يا اويلر باث يا اويلر سيركت، لانه في نهايه المطاف انا محكوم ان انا ازور كل الايدجز اللي موجودين بالجراف. هذه نقطه مهمه، اذا انا زرت كل الفيرتسز كل الايدجز اللي في الجراف، لكن انا الفيرتكس اللي بديت منه يختلف عن الفيرتكس اللي انتهيت عنده، هنسميه اويلر باث. انا زرت كل الايدجز لكن الفيرتكس اللي بديت منه زرت كل الايدجز ورجعت على نفس الفيرتكس، بسميه اويلر سيركت. لكن انهم الاثنين يكونوا بنفس الوقت، طبعا ما اعتقدش، كيف مش هيظبط؟ يعني بنفعش، هو يا اويلر باث يا اويلر سيركت ان وجد. طيب الحين نيجي على موضوع الهاملتون سيركت وهاملتون باث، ما هي نفس الشيء نفس الفكره. يعني مثال اليوم انا عايز ازور كل الايدجز، ممكن اجي هنا زي هيك على السي، واجي اقول هنا هاي البي وهي الاي وهي الاي وزرت الدي وهنا وقفت. السؤال هنا هل انا زرت كل الفيرتسز اللي في الجراف؟ نعم. هل هذا باث؟ نعم هو باث، هو هاملتون باث. لو انا بعديها انا رحت رجعت على نفس النقطة هيك، شفت صارت ايش صار عندي؟ نقطة البداية هي صارت نقطة النهاية، صارت عندي هنا هاملتون سيركت. واضح الفرق بين تاعت هاملتون سيركت وهاملتون باث؟ فهاملتون سيركت هي هاملتون باث، لكن احنا نقطة البداية رجعنا على نفس نقطة، يعني نقطة البداية ونقطة النهاية نفس الشيء، هذا هم المفارقة ما بينهم. طيب السؤال الرابع، طالب بيسأل بيقول دايما الجراف لما تكون سبانينج تري بتكون كونكتد جراف، بعدين الشرط الوحيد علشان تكون ويتد جراف
انه يكون هناك ارقام على الايدج؟ اولا خلينا نجاوب السؤال الاول. طبعا هو السبانينج تري، اولا سبانينج تري از تري، هي تري، نقطه مهمه هاي. واحنا في السلايدات انا عمال طبعت لك اياهم، انا هيك كتب لك انا هنا تحت تعريف التري، هي انها ايه؟ كونكتد جراف. كونكتد جراف اصبح بنفعش احنا نيجي نعمل سبانينج تري ويكون عندي الجراف ديسكونكتد، بنفعش. فعشان نشتغل يكون عندي تري لازم يكون كونكتد، واذا بدنا نعمل سبانينج تري لازم نعمل على جراف يكون كونكتد. بنفعش يكون عندي اعمل سبانينج تري او احصل على سبانينج تري من ديسكونكتد جراف، بنفعش. واضح؟ فبالتالي هان، وهذا اصل لب تعريف التري، بانه التري هي عباره عن كونكتد جراف ود نو سايكل، فبالتالي هي ايه؟ كونكتد جراف. واضح النقطه هاي؟ طيب فالاجابه للسؤال اللي هنا، نعم هو دائما لازم يكون الجراف عندي ايه؟ كونكتد. السؤال اللي هنا، هل الويتد جراف؟ الويتد جراف معناته انه بكون عندي ارقام على الايدجز، وهذه الارقام قد ترمز لمسافه، فتره زمنيه، الى اخره، اي شيء. الشرط الوحيد علشان تكون ويتد جراف انه يكون ارقام على الايدج، نعم. ولا احنا ما احنا يعني مثال الان الجراف اللي عندي هنا هيك، هل هذا ويتد جراف؟ لا. طيب متى بيكون ويتد جراف؟ لما بحط ارقام، بكتب هاي واحد هان، هاي ثلاثة مثلا عندنا هان، هاي سبعة مثلا، يعني نحط ارقام عليه، هاي ثمانية الى اخره، هاي اثنين، فهذا صار عندي الان وين؟ صار عندي ويتد جراف. ايش اختلف عن اول؟ بانه في الاول ما كانش في ارقام على الايدجز، ما كناش نطلق عليه ويتد جراف، لكن لما كتبنا الارقام على الايدجز صار اسمه ايه؟ ويتد جراف. واضح؟ طيب السؤال اللي بعديه، نعم طبعا طالبة هنا جايبة مجموعة من الأشكال وبتسأل على موضوع البايبرتايت جراف، وبتسأل هل إنه هل هذا الأمثلة اللي هان هل هم بايبرتايت عادي ولا كومبليت بايبرتايت جراف؟ أولا خلينا بالأخر أوضح لك النقطة هنا هيك. لو فرضنا جدلا إنه هذا الجراف هو جراف واحد، تمام، واحنا ملاحظين انه هنا disconnected، فيش مشكلة، ممكن البايبرتايت جراف يكون disconnected، وحتى في isolated vertex زي ما احنا شايفين. لو نطلع هان، هل هذا الجراف بايبرتايت جراف؟ الاجابة نعم. ليش؟ لانه كل connected part، نلاحظ هذا المقطع هذا connected، هل هذا بايبرتايت؟ نعم. الشق الثاني او الجزء الثاني، ها نطلع عليه، طبعا هذا باعتبار انه هو كونكتد تمام لحاله، يعني هل هذا بايبرتايت جراف؟ نعم. السنجل فيرتكس هل هو بايبرتايت؟ نعم، لانه لا يتعارض مع شروط انه ما يكونش عندي بايبرتايت جراف، فبالتالي هذا الجراف كله هو بايبرتايت جراف. طبعا السؤال الثاني، هل هو كومبليت بايبرتايت جراف؟ كلمة كومبليت معناته انه كل فيرتكس، كل فيرتكس في الجراف لازم تكون موصولة مع كل باقي الفيرتسز اللي من المجموعة الثانية. يعني مثال، خليني أنا أمحي بس أوضح النقطة. الحين في المثال اللي عندنا هنا، هل هذا بايبرتايت جراف عادي نورمال بايبرتايت جراف ولا كومبليت بايبرتايت جراف؟ طبعا هذا مش كومبليت بايبرتايت جراف. طيب عشان يكون كومبليت بايبرتايت جراف، طبعا لاحظ احنا يمكن نفصل هاي المجموعه وهي المجموعه الثانيه، خلاص. عشان يكون كومبليت، طبعا هذا الفيرتكس لازم يجي هان ومشبوك، هذه كمان كل فيرتكس، هاي بنبدا بالاول من هنا، موصول في كل الاذر فيرتسز اللي ينتموا للمجموعه الثانيه. خلصنا؟ ما خلص، نجي على الفيرتكس اللي هان، هذا برضو بده يكون طبعا هو كونكتد اوريدي مع هان ومع هاد ومع هاد وبعدين مع هاد وبعدين مع هاد، ونفس الشيء حعمل لباقي مين الفيرتسز، فبالتالي هو نورمال بايبرتايت جراف وليس كومبليت بايبرتايت جراف. اساسا لا يمكن يكون انا عندي كومبليت بايبرتايت جراف وفي ويكون ديسكونكتد، او يكون عندي isolated vertex عندنا هنا. فنيجي نجاوب على الاسئله اللي هنا. لو جينا نطلع على الشق الاول، هل هذا normal bipartite graph ولا complete؟ طبعا هتقول لي ايه؟ complete. لايش؟ لانه ال vertex، كل vertex يعني احنا شبكناهم، هاي المجموعه الاولى وهذه المجموعه الثانيه تحتوي على vertex واحد، فيش مشكله، لكن كل vertex من هان موصول في ال vertex اللي هان،
واضح؟ فبالتالي هذه complete bipartite graph. نيجي على هذا، طبعا بما انه فيها isolated vertex فهي not complete. هل هي bipartite graph؟ طبعا، لانه احنا لاحظ عادي فيش مشكلة عندها، هذه مجموعة وهذه المجموعة الثانية، بين والمجموعة هذه ما فيش بينهم edges، فبالتالي احنا نعم هو bipartite graph لكنه not complete. نيجي مثلا على هاي، وهذا نفس الشيء نطلع، هذا اعتبرها هذه مجموعة وهذه المجموعة الثانية نفس الشيء not complete، هو bipartite لكنه مش complete. نجي نطلع هان برضو هذه normal bipartite لكنها مش complete. متى بتصير هاي complete؟ لما اجي اعمل زي هيك، شوف لما احنا نضيف، خليني بس انا يعني امحي النقطة هان، بتكون bipartite لما اضيف الشغل زي هيك. لانش لاحظ، لاحظ عندي صارت عندي في المجموعة اللي هنا هيك والمجموعة اللي هنا هيك، كل vertex من هان موصول مع باقي ال vertex اللي من المجموعة الثانية، هاي تعريف ال complete. طبعا هذا احنا زي ما احنا شايفين برضو هذا لوجود لكن هذه وجود ال isolated vertex في الجراف اللي هان خلاها not complete، لكن لو هذا مش موجود كنا هنقول عنها ايه؟ complete bipartite graph. لكن هو either way، يعني هو بالاول هو bipartite graph، هذا نفس الشيء bipartite graph، هذا bipartite graph. لكن هل الاستاذ يعني حالات خاصة والسنجل vertex يعني ماشي هو bipartite بس ملوش معنى، وهذا برضو ملهاش معنى يعني انه ان يكون عندي كلها isolated vertex لكنه هذا بيعتبره bipartite graph. نيجي على الرسم اللي هان برضو نفس الشيء، فالوحيد في كل اللي احنا شايفينه في الرسمات كلها bipartite graph ما عدا رقم واحد، هي الوحيدة اللي فقط كانت complete bipartite graph. اتوقع انه هيك الاجابة ايه صارت واضحة بالنسبة للسؤال هذا. السؤال السادس سنة، طبعا السؤال السادس سنة بيحكي على موضوع الكالرينج، واحنا موضحين كلمة البايبرتايت جراف، وهذا من ضمن الخصائص تاعته بانه يكفيني انه انا استخدم لونين فقط عشان الوي الجراف، بحيث لو كان في عندي two adjacent vertices يكون ملهمش نفس اللون، وهذا الكلام الخاصية تاعت البايبرتايت جراف. فمثلا نيجي على السؤال، وعلى فكرة أنا كنت طالب منك برضو عشان نعزز الموضوع هذا بأنه حاول أنك أنت يعني determine whether the following graph are bipartite ولا لا. باي أنا موضح لك يعني كيف إحنا بنحدد أنه هو bipartite ولا لا، من غير ما نقعد يعني نفرزهم لحال ونعمل مجموعات. احنا بنقدر نعرف او بالاول نشيك انه هل ممكن يكون هاد بايبرتايت ولا لا، فاحنا بنعرف انه هو بايبرتايت جراف باي كيف باي ديترمايننج وذر اتس بوسيبل، فانه في مجال او في امكانيه بان احنا نعمل الريد او بلو. طبعا احنا بنستخدم اللونين الريد والبلو لكل الفيرتكسز بحيث نو تو ادجيسنت، بحيث انه ما يكونوش عندي اثنين متجاورين اللي هم the same color. هذا هو الشرط تاع البايبرتات، يعني يكفينه لونين. تعال نيجي على السؤال اللي هنا، على فكرة احنا حلينه هنا، ومثلا احنا جينا مثلا بايه، ايه لونها ازرق، الان الادجيسنت تاعينها او النيبرز تاعينها هعملهم، بنفعش اعملهم ازرق لانه احنا اتفقنا هعملهم لون تاني، اللون الاحمر وهذا احمر فيش مشكلة. جينا على اللون الاحمر اللي هنا، هذا الادجيسنت تاعين اللي هم هاي هاد واللي هم النيبرز وهاي وهاي وهاي، بقدر اعملهم ازرق لحتى الان فيش مشكله يعني. لكن الاشكاليه صارت عندي الان في هاي، هذا برضو جينا هنا عملناها لون احمر لانه هذا بنفعش الونها لون ازرق لانه النيبرز تاعينه لاحظ ازرق، فهذا حتكون احمر. الاشكاليه الان صارت عندنا هنا، هنا لما وصلت لمين؟ للفيرتكس ان، بما انه هذا احمر وهذا ادجسنت فبالتالي انا لازم ان ادنها تكون لون مش احمر، هادي ازرق، لكن برضو بزبطش معاي. ليش؟ لانه الادجيسن تاعتها ازرق، فلازم يكون ان اختار لون ثالث، بنفعش ان استخدم فقط لونين، لانه لو انا دهنتها لو هادي كانت لون ازرق او احمر بتعارض معاي، لانه هادي ادجيسن على احمر وهادي ادجيسن على ازرق، اما هاي او هاي، فبالتالي انا هنا مضطر نحن نستخدم لون ثالث مش ازرق ولا احمر عشان نقدر نطبق الكلام اللي هنا هيك. لكن بما انه انا هنا ما استخدمت اكتر من لونين عشان اعمل كلام هذا، فبالتالي هذا الجراف هو لا يمكن انه يكون بايبارتايت جراف. لكن لو قدرت ان لو الجراف هذا باستخدام فقط اللونين مع الشرط اللي وضحناه بالاول، بالتالي هذا الجراف حيكون ايه؟ بايبارتايت جراف. واضح؟ فبالتالي في المثال اللي معنا هان
طبعا نعم، هو not bipartite graph، وفهمنا مع بعض ليش. طيب السؤال اللي بعديه بيحكي على موضوع البرايم وكروسكال او برايم وكروسكال، والسؤال طبعا هلقيت احنا بنعرف انه لو حلينا هاي بالطريقتين، طبعا هو اعتقد انه في الرسم هاي بتحكي، انا يعني من ضمن الاسئله الواجب الرسم هاي، وطبعا الرسم هاي معقده لكن احنا هنحاول نحلها مع بعض، موضوعها بسيط. فلو حلينا هاي بالطريقتين راح يعطي نفس الرسم دائما. انا بدي احط تحت كلمة نفس الرسمة، لا هو مش شرط يعطيني نفس الرسمة، ممكن يعطيني رسمة مختلفة، لكن النتيجة النهائية الإجمالي تاع المينوم سبانينج تري لازم يعطيني نفس الشيء. يعني احنا لو جمعنا زي ما هنشوف الآن في السلايد اللي بعديه، لو حلينا بطريقة كروسكال أو برايم، حتى في برايم نفسها بكون طالب ممكن يعمل تات كروسكال او برايم، لكن الشكل حيختلف، لكن في نهاية المطاف الاجمالي المجموع حيطلع نفس الشيء. ودي على ذلك انا اوضح الصورة هنا، انه في المثال اللي هان في بعض ايدجز متشابهين، يعني هادو واحد وهادو واحد وهادو واحد وهادو واحد، يعني طبعا اختار هاد ولا هاد، طبعا ممكن طالب يختار هيك ممكن طالب يختار هيك، ففي نهاية المطاف قد تختلف الرسم لكنهم الوزن تاعهم لازم يكون نفس الوزن. طيب، وبنعرف انه عشان نحسب الحد الادنى من الايدجز لازم يساوي عدد الايدجز يساوي في ناقص واحد، طبعا لانه هذا الشرط انها تكون تري، لان اللي حينتج عنه هي مينيمم سبانينج تري. طيب، فبقولها انا طبعا الطالب انه يعني من خلال هاي الرسمه، طبعا هم حاطين الرسمه هنا لازم يطلع معنا فقط 15 ايدج، طبعا لانه احنا في عندي 16 فيرتكس. اذا لكن بتقولها انا لك الا انه هي ما زبط غير ب 16، طبعا لا في خلل انت في الحل. نوضح النقطة هنا، تعال نطلع على الرسمة، أنا مش هتابع الحل اللي هنا عملته، لكن الرسم اللي هنا ما بيظبطش فيها سايكل، والسايكل هاي واضحة، تعال اطلع هيك عمل لك إياها باللون الأحمر، ها شايف كيف؟ ماشي هيك، ها أساساً هذا في سايكل، ورجعنا على نفس النقطة، بنفعش، في خلل في الحل هنا، لا يمكن إنه يطلع اللي عندي هنا فيها سايكل، لأنه هذه تري لازم تطلع. فبالتالي بدأ مراجعة في طريقة الحل، إنما هم لازم يطلعوا 15. وهنحل احنا السؤال اللي هنا في السلايد اللي بعديه، وهنشوف حيطلع معنا برضو 15 اللي هو السؤال هذا أساسا. طالب بيسأل هنا بالسؤال الأخير، طبعا السؤال لازم نحل بالطريقتين، نعم احنا طلبنا تحل مرة بكروسكال ومرة ببريم، وهل لازم بالرسم نرسم الرسمة كذا مرة يعني في كل خطوة؟ لا، هو موضوع انك ترسمها كل مرة بياخد جهد كتير، انا بس اللي هرسم لك اياه عشان اوضح لك كيف الخطوات تاعتهم فقط. يعني أنا في المحاضرة في النوت لازم أفصلهم عشان أوضح لك من وين كنا وين انتقلنا، وإلا كيف هوضح لك إياه إذا أنا هرسم لك على نفس الرسمة إلا بوجود الأنيميشن زي ما هنشوف في السلايد اللي بعدي. فبالتالي لا، أنت استخدم نفس الرسمة، ممكن تبدأ الخطوات زي ما هنشوف الآن بالضبط في السؤال اللي هان. طبعا هذه هي الرسم اللي عندنا، هذا هو الجراف، وعايزين نشوف مع بعض كيف بدنا نطبق الخوارزمية بتاعت بريمز بالخطوة خطوة. اولا احنا عايزين نبدأ، ممكن نبدأ من اي فيرتكس، من اي فيرتكس، هذا من شروط التريم بريم. الان هنا احنا بديين من الفيرتكس بي، لاحظ لما اجي على الفيرتكس بي هنا اخترته، هذه هي الان اول، هذا البريمز التري مكونة من فيرتكس واحد، شو بعمل الان؟ بدي اعملها تقاطع، بدي اعمل قط بينها وبين باقي الجراف، فالقط اللي هو حيكون عندنا ايه زي ما احنا شايفين زي هيك، هاي كات الكات تاعت الفيرتكس اللي هان او التري اللي مكونه من فيرتكس واحد، بتقاطع عندي باثنين وهنا باثنين وهنا بثلاثه وهنا باثنين. ممكن احنا مخيرين، ممكن نختار هاد ممكن نختار هاد ممكن نختار هاي، لانه هدول اقل شيء وهدول بيساوون بعض، لكن احنا مثلا انا مثلا اخترت اللي هو المسار اللي هنا، فروحت زي هيك واخترت هيك، واضح؟ خليني امحي بس هذي عشان نبدا، تمام فيش مشكلة، احنا واحد اختار هيك، طالب تاني لو اختار هيك فيش مشكلة، طالب تاني لو اختار هيك برضه فيش مشكلة، احنا ماشيين صح. الآن أنا بعد ما اخترت هذا شو اللي صار معي؟ أنا كبرت التري تاعت بريم وصارت مكونة عندي من اثنين فيرتكس وإدج واحد طبعًا. الآن بدي أجي أعمل تقاطع بين هاي وبين باقي الجراف، فلاحظ طلع كيف التقاطع، ها شايف هاي التقاطع، بعمل الكت يعني باجي هيك تقاطع. بتقاطع في اثنين وفي اثنين وفي ثلاثة، لاحظوا في اثنين
وفي ثلاثة وفي اثنين. طبعا انا اخترت ان انا اجي هان، طبعا ممكن طالب يختار هيك، ممكن طالب يختار هيك، انت حر، في اكثر من خيار طالما احنا ماشيين صح وماشيين في الايدج الادنى. طيب فاحنا اخترنا اللي هو الايدج اللي هنا وشبكنا اللي هو مين الفيرتكس اللي هنا. خلينا امحي الكات اللي هنا عشان نرجع نرسم كمان مرة. الان شو انا هعمل؟ الان بدي افصل بين باقي الجراف، ولاحظ تعال نفصل نفس الشيء، هاي بدي اعمل الكات عشان نشوف وين ماشيين. لاحظ لا طلع كيف، هاي احنا ماشيين كات. الان بتقاطع الكات في اثنين في اثنين في ثلاث في اثنين في ثلاث في واحد في واحد في اثنين. طبعا حروح على مين؟ على الحد الادنى، يا حنختار هيك هل هم واحد هاي او الواحد هاي. انا اعتقد ان احنا اخترنا مين اللي هان، وبالفعل احنا اخترنا هذا الايدج. واحنا هان الان كبرت عندي، في كل خطوة بتكبر عندي اللي هو التري تاعت بريم بتزيد فيرتكس واحد. خليني امحي الكات عشان اوضح لك كيف الكات لازم ينعمل. الان لما ضفنا هاي كبرت التري عندنا، الان بدي اعمل كات. لاحظ نفس الشيء طلع كيف، بدي الاقي الجراف، حيو باقي الجراف شايفه، هذا بدي افصل، يعني بدي اجي هنا زي هيك، ها زي ما انت شايف، فطلع كيف كيف بدي اعمل كات، وهذا هو خلاص زي هيك. الان بتقاطع هذا في اثنين وفي واحد وفي اثنين وفي اثنين وفي ثلاثة وفي اثنين. طبعا هروح انا على الادنى اللي هو مين الواحد، فبالتالي انا ما فيش مجال غير اختار مين الفيرت الايدج اللي هن زي ما احنا شايفين. الان كبرت عندنا التري تاعت بريم، لا زالت طبعا زي ما احنا شايفين. والان هنا بدي اعمل عملية الكات، فبدي افصل اللي هو ايه، لاحظ شو بدي اعملها، بدي اعمل كات. هاي الكات زي هيك شايف، بدي اجي هنا هيك، وهي الكات بين البرايمتري وباقي الجراف. الان هنا هذا بطلع بشوف هنا اثنين وهنا اثنين، هنا ثلاثة هنا اثنين هنا اثنين هنا ثلاثة اثنين، في اكثر من خيار عندي. طبعا انا هختار الاثنينات لانهم الاقل، طبعا الثلاثات بنفعش اخدهم، بنا هاخد، لكن في عندي اكثر من اثنين، هاد او هاد او هاي الاثنين او هاي او هاي او هاي، انا مخير، او هاي الاخيره. طبعا كل طالب هنا حر، احنا طالما احنا، لكن من نهايه المطاف الناتج هيطلع لنا صح. لكن احنا ايش اخترنا هنا؟ اخترنا المسار هذا هيك، يعني اخترنا تاعت السي، يعني اخترنا ايه، انا ممكن تختار انت اللي هو طريقه ثانيه او ايدج ثانيه. طيب نرجع هن نمحي كمان مره عشان مبين الكات الجديد. الان باجي على الكات، الكات حاجي معاي زي هيك، طلع ايش بعمل في الكات. لاحظ ايش بعزل، انا بعزل عشان ما تخربطش، لاحظ انا قاعد بعزل اللي بالاسود اللي هم الفيرتسز، هذا بنسميه باقي الجراف، وهذا مين البريمز تري. بتقاطع في اثنين في اثنين في ثلاثة الى اخره في اثنين، فعني جهان هلاحظ بتقاطع في واحد. طبعا هنا لابد، ما فيش خيار انا عندي، هل لازم اختار مين الايدج اللي هنا زي ما احنا شايفين. وهيك احنا كبرنا كمان مره في الخطوه هاي، ضفنا فيرتكس جديد على بريمز تري. طيب الان شو هنعمل؟ الان لاحظ معي وين الكات، الكات بدي اعمله هذا هو، بفصل باقي، شايف اللي باللون الاسود شايفهم، بفصلهم هيك عن باقي الجراف. الحين لاحظ معي الاثنين اللي هنا مش جزء منه، فما حدش متخربطش، لانه هذا الايدج اللي هنا موصول بين فيرتكس وفيرتكس اوريدي تابعين لمين، لا لبريمز تري. لو حاولت تختار هذا هيعمل عندي انا سايكل، فبالتالي موضوع الكات هو هذا اللي تريك هان، كيف تعمل الكات الصحيح. الكات انك تفصل باقي الجراف هيك عن الجراف اللي تاع بريمز، بتقاطعه في واحد في ثلاثة في ثلاثة. اتوقع نعم هذه هي الوحيدة، فانا ما عنديش خيار غير ناخد مين الان الاتش زي ما احنا شايفين. وبالفعل احنا جينا هان هيك، طبعا حنمحي اللي هو الكات لانه حنرسم كات جديد. الان نعمل كات جديد، شايف كيف بختارها، يعني بعملهم هدول في جروب لحال، هادهم حتى بتقاطع مع باقي الفيش في ثلاثة في اثنين في ثلاثة في اثنين في اثنين. صار عندنا أكثر من خيار لاستخدام الاثنين. اخترنا مين؟ اخترنا طبعا هاي الاثنين اللي هنا، ممكن كان نختار اثنين، ممكن كان نختار، لا بقدرش اختار الاثنين اللي هنا، هذا من جزء من الكات، ممكن اختار الاثنين اللي هان، ممكن الاثنين اللي هان الى اخره، لكن احنا اخترنا مين اللي هان. طيب نرجع نمحي هاي كمان مرة، نوفي. الآن الكات اللي معاي طلع كيف حيصير، هاي الكات صار زي هيك. كل مرة الكات عندي بيصغر لأنه بيحتوي على عدد أقل من الفيرتسز، وبتبدأ تكبر عندي مين البريمز تري. اخترنا أنو واحد، طبعا ثلاثة ثلاثة هنا هيك، رحنا اخترنا مين اللي هو تاعت الأف، شايف اللي هي الاثنين اللي هان. نرجع نمحي، أتوقع أن الأمور بدأت توضح. الآن نطلع على الرسمة، هذا هو التري تاعت باللون الازرق، واللي باللون الاسود امسكوا هيك اللي باللون الاسود الفيرتسز، هذول مين باقي الجراف، وافصلهم في ثلاثة في أربعة في ثلاثة في اثنين
في 3 في 2 في 2 في 3، نختار مين؟ اي 2 احنا، لكن احنا اخترنا هنا مين؟ اللي هي الاثنين اللي هان. لاحظ، فحرجع كمان مرة الان بدمح القط القديم وبدي اعمل قط جديد. لاحظ، فبنيجي هنا زي هيك واخترنا مين؟ زي هيك. وين بتقاطع؟ في 3 في 4 في 3 في 3 في 2 في 2. نختار هاد ولا هاد؟ انت مخير. احنا اخترنا وين؟ اللي هو ضف نهاية. واضح؟ الان حنيجي هيك وحنشيل الكت اللي عملناه، والان حنعمل كت جديد، وهذا هو الكت الجديد اللي معنا. لاحظ، بتقاطع في 2 في 4 في 3 في 4 في 3 في 2. نختار هاي ولا هاي؟ اخترنا ايش؟ طبعا احنا اخترنا اللي هو 8، لكن لو طالب تاني اختار هن فيش مشكلة يعني. طيب نرجع نمحي الكات اللي هان. الان لاحظ، فقط صفى عندنا 3 فيرتسز لازم ان اصلهم، وهدول بتقاطع في 3 في 4 في 3 في 4 3 و2. يبقى انا مضطر ناخد مين؟ اللي هو الايدج اللي هنا، فيش مجال. فالان احنا اخذته، واضح؟ نيجي هنا زي هيك نمحي. الان لاحظ ايش صارت معي، هذا هم التو اللي بقوا عندنا، بتقاطع في 3 وفي 4 3 3. طبعا هنختار 3، بس اي 3؟ طبعا هم اخترنا احنا ضفنا هذه هيك، ما فرقتش. لو اخترت هيك بمشي الحال، هيك بمشي الحال، طالما انه 3. فصارت عندنا في نهاية المطاف اللي هو الرسم النهائي هاي. الان هذا الفيرتكس الوحيد اللي هو باقي الجراف، وهذا اللي بريمز تري، بتقاطع في 3 في 4 في 4 يا بنختار هاي يا بنختار هاي. الان لاحظوا مش هتختلف معانا الناتج، لكن الرسم اختلفت. يعني لو طالب اختار هيك، يعني ارجع مثلا، ها شايف، لو طالب اختار هيك الرسم النهائية حتختلف، لكن طالب اختار هان الرسم النهائي اختلفت، لكن الاجمالي او النتيجة واحد. واضح؟ طبعا احنا هنا بنقف، ليش؟ لانه احنا هنا خلصنا وانتهينا وزرنا كل الايدجز. فالرسم اللي معانا الان اللي هي زي ما انت شايف، شو هتعمل الان؟ طبعا لاحظ هذه تري عندي، وانا بدي اجي هنختار الان هاي، نجمع هاي 2 و2 هاي 4 و3 و2 هاي 9 و2 11 و2 13 و3 16 18 20 21 22 24 25 26 و2 28. فالإجمالي تاع المينوم سبانينج تري حيساوي كام؟ 28. طبعا ام لو حليت انت ببريمز بالطريقه هاد او بكروس، كان لازم يعطيني نفس الناتج هاي. واضح؟ يعني الاثنين حيعطوني انه المينيم سبانينج تري تاعتهم الويتد طبعا نفس الشيء، اجمالي الوزن نفس الشيء، لكن قد تختلف الرسمه، لان احنا هنا في زي ما شفنا. ليش الاختلاف ممكن يكون؟ ممكن يكون خيار انه يكون ممكن اروح اختار الثلاثه هاي بدل الثلاثه هيك، الشكل هيختلف. لكن انا مش معني في الشكل، انا معني في نهايه المطاف اني بدي اجيب المحصله تكون عند الحد الادنى. واضح؟ هذا هو بالنسبة لخوارزمية بريمس والخطوات بالتفصيل. أتمنى أن تكون المحاضرة واضحة. نراكم إن شاء الله المحاضرة الجاية. يعطيكم ألف عافية.